دلوقتي دي هدايه من الخمسينات جدا، طريقه لف الهديه. الختم ده كان موجود ولا انتوا اللي حاطينه؟ لا احنا حاطينه، بنختم الاوردرات بعد ما بنغلف. طب ممكن افتح الهديه يا ايمان هانم؟ اتفضل يا منى هانم. بكل ممنونيه. احنا تقمصنا جدا. طيب دي هديه جايه لي من الخمسينات، من آلة الزمن. ده راديو فينتج من الخمسينات، ده حلو جدا، حلو قوي يا ايمان، حلو قوي يا ايمان. شغال؟ شغال. قولي والله مش شغال. والله شغال. يعني في بطاريات؟ اهو في بطاريه تحت شغاله. يعني بيلقط محطات؟ متاكده؟ اه والله. تخيلوا كده مثلا لو انا جايبه راديو من الخمسينات وبسمع خالد عريش. الموضوع هيبقى متناقض جدا. كل واحد عنده زمن داخلي بيحبه بينتمي ليه بيرتاح فيه. ايمان اختارت زمن بهيره بهير هي وجوزها عشان تستمتع بيه وتحقق شيء جواها، وخمسينات جدا. ممنونه ليكي جدا يا ايمان هنا. ميرسي جدا يا حضرتك.